فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد مولى الموحدين أمير المؤمنين يعسوب الدين علي صلوات الله وسلامه عليه. من يقرأ خطب أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة بدقة يصل إلى حقيقة مفادها أن علي عليه السلام قد أولى عناية خاصة للتاريخ، عناية الإنسان المسؤول، عناية القائد الرسالي، لا عناية الباحث عن الأساطير والقصص، وإنما عناية الإنسان الباحث عن أسباب وجذور المشاكل التي تعيشها البشرية، ولربما عن الحلول التي توصلت إليها الأمم الماضية بما يمكن من خلاله أن يكون درساً نافعاً لهذه الأمة المعاصرة كي تسير في ذات طريق الحل هذا من أجل أن تخرج من أزمتها أو من أجل أن تحل هذا الوضع البائس وتنقله إلى وضع أحسن. فالإنسان هو الإنسان كتلة من الغرائز، من الفطرة، من العقل، من الحاجات والشهوات، من الضمير، وهذا الإنسان يعيش في مجتمع بشري متنوع، أحياناً تتكامل فيه غايات هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذا المجتمع وبالتالي يتعاونون، وأحياناً تتقاطع حاجات هؤلاء الناس وبالتالي يتصادمون ويتصارعون. هنا يأتي دور الشرائع والقوانين والقيم والمبادئ والأديان التي تهدف من أجل تهذيب هؤلاء الناس لكي يتجاوزوا تلك الحالات التي يكون فيها عدوان على الآخر أو يكون فيها مظهر سلبي يؤدي إلى نتائج سلبية على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. هذه الأديان والشرائع والقوانين والقيم تأتي لكي تعقلن سلوك الإنسان وتضبط سلوكيات هذا الإنسان بحيث أنها إذا نجحت في هذه المسؤولية في هذا الدور فإن هذا الإنسان سيعيش نقلة نوعية في التاريخ وسيخط لنفسه طريقاً جديداً في التاريخ. أما الناس، أما الإنسان الذي لا يستفيد من هذه الشرائع والقوانين والقيم إن فشلت هي في تحقيق مبتغاها فحين ذاك سيكرر هذا الإنسان ذلك التاريخ الماضي الذي أتى به من سلفه. في التاريخ الصورة الخارجية قد تتغير، عندما يكرر التاريخ نفسه الأسماء تتغير، الوجوه تتغير، بعض السمات تختلف، ولكن الجوهر واحد في الخلل الذي يعيش من حيث الأسباب ومن حيث النتائج المترتبة. الإنسان الباحث الفاحص المدقق البصير لا تخدعه القشرة الظاهرية للأحداث، تغير الأسماء والعناوين لا يخدعه، هو ينظر إلى المسألة نظر البصير بنظر النافذ إلى العمق فيدرك حينها أن المشكلة هذه
هي ذات المشكلة التي عانى منها أولئك القوم الذين سبقوه قبل 1000 عام أو 2000 عام أو 3000 عام. المشكلة هي ذاتها، ومن يريد أن يتخلص من هذه المشكلة عليه أن يبحث عن تلك الأسباب، سيجد أن نفس هذه الأسباب موجودة اليوم ولكن بعناوين مختلفة، لربما تعصرا يعطى لها أسماء معينة جديدة، ولكن المشكلة هي مشكلة. وبالتالي هذا هو سنن التاريخ. علي عليه السلام تحدث عن هذه النقطة محذرا ومنبها وهاديا ومرشدا. هناك خطبة لأمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة، رواها الشريف الرضي، وعلق ابن أبي الحديد في البداية شارح النهج، علق على هذه الخطبة بكلمات أحب أن أذكرها مهمة. يقول: هذه الخطبة من جلائل خطبه عليه السلام ومن مشهوراتها، قد رواها الناس كلهم، وفيها زيادات حذفها الرضي. شريف الرضي كان يبتغي مقاطع معينة من الخطب، يقول الخطبة أطول من هذه، ولكن هذا المقطع الذي نقله الشريف الرضي. هذه الخطبة، يقول ابن أبي الحديد، أول خطبة خطبها أمير المؤمنين علي عليه السلام بالمدينة في خلافته، يعني بعد أن بويع علي عليه السلام للحكم خطب هذه الخطبة. هنا فعلا يتبين أن المسألة مهمة، لابد أن الإمام الآن في ضمن هذه الأحداث والوضع الملتهب الذي كان يعيشه المجتمع المسلم آنذاك، وكأنه في حيرة من أمره هذا المجتمع، كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذا الانحدار الكبير، على الرغم من كل ذلك الامتداد في الفتوحات على الأرض، ولكن كان هناك مشكلة ضخمة أدت إلى مقتل الخليفة. ما هي هذه المشكلة؟ أول خطبة يتصدر بها الإمام علي عليه السلام حركته السياسية الإصلاحية، لابد أنها تضع إصبعها على ماذا؟ على الجرح، تقول المشكلة هنا. فماذا قال علي عليه السلام؟ ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم، يعني أنا مسؤول عما أقول، وأنا على يقين مما أقول أن هذا هو أساس المشكلة، أن الخلل هنا، أن المشكلة الكبيرة هنا، أن عليكم أن تسلكوا المسلك الفلاني. ذمتي بما أقول رهينة وأنا به زعيم، إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثولات، حجزته التقوى عن تقحم الشبهات. كان ينبغي أن تسلكوا هذا المسلك، أن تتفكروا، بمعنى الإمام عليه السلام يقول: من يتفحص حال الأمم الماضية بقراءة متمعنة، من يقرأ التاريخ بقراءة متمعنة، فإن عليه أن يستفيد من هذه القراءة كي لا يقع في ذات الأخطاء التي وقع فيها السابقون. كان يفترض بكم أن تتعظوا، كم من آية في القرآن الكريم تقول: أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، أو بهذا المعنى دعوة للتفكر، دعوة للتمعن، دعوة للبصر، للبصيرة. يقول علي عليه السلام إن هذا الإنسان عندما يطلع على هذا الماضي، وعندما يقول الإمام هذا الكلام باعتبار إن حالة تناقل القصص والاطلاع على التاريخ بحقيقته والتاريخ المزيف كان دارجاً عندهم، كانوا يهتمون به، فيقول: كان من المفترض أن تقرأوا هذا بتفحص لكي لا تقعوا في الخطأ، حجزته التقوى عن تقحم الشبهات، أن تتقوا الله عز وجل في أنفسكم، لأنفسكم، لمصلحتكم، كي لا تقعوا في
محظور، ولا تقعوا في الأمور المشتبهة التي من الممكن أن تزلقكم إلى ذات المصير البائس وتكرروا ذات التجربة. ألا وإن بليتكم. وأما قراءة علي عليه السلام، هناك أعطى القاعدة. الآن ما هي قراءتك يا علي عليه السلام؟ ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله. يعني عادت تلك الصور القديمة الجاهلية بكل سلبياتها، في الحميات، في العصبيات، في التمزق، في التقاتل، في الإسراع نحو جرف هاوية النار من خلال التصارع والتقاتل والتمزق والاقتتال على الدنيا. تلك الصورة البائسة عادت اليوم مجددا، وكأن كل ذلك الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وآله وما جاء من بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى ذلك اليوم في سنة 35 أو 36 هجرية، إلى ذلك اليوم كأن كل هذه المرحلة لم تصنع شيئا بكم. ألا وإن بليتكم، وهذه مصيبة، هذا الوضع مصيبة، مصيبة كبرى، اختبار عظيم، زلزال شديد. ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها، نفس الصورة، الأسماء تغيرت، بل وألبست لباسا شرعيا، غطاء شرعيا، جاءت بمسميات إسلامية، ولكن في الواقع هي العصبيات وهي الجاهليات وهي النزاعات وهو التفرق ذاته عينه. ما الذي أدى بكم إلى هذا؟ لقد بثت الحياة، عادت الحياة من جديد في تلك القيم الجاهلية، عناوين الجاهلية، الأخلاق الجاهلية، عادت من جديد. وعندما دبت الحياة فيها، هذه نتائجها، هذه هي نتائجها. والذي بعثه بالحق لتبلبلن. الآن يقول النتائج ما هي؟ والذي بعثه بالحق، يعني بعث نبينا صلى الله عليه وآله بالحق، لتبلبلن بلبلة، ولتغربلن غربلة، ولتساطن صوت القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم. بمعنى أن الإمام يقول عودتكم عندما دبت الحياة في القيم وعدتم إلى الصورة الجاهلية بشكل جديد، لا تهمني القشرة، الظاهر لا يهمني، الواقع والباطن ما هو؟ هو أنكم مقبلون على فتن، ومقبلون على ثورات، ومقبلون على صراعات وحروب أهلية، سيقتل منكم من يقتل، وستمزقون شر ممزق، وأنتم مسلمون، وأنتم تصلون، وأنتم تتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. كل هذا بالنسبة لكم مجرد ظاهر، ولكن من الداخل أنتم أعدتم تلك القيم الجاهلية، فبالتالي صلاتكم لا قيمة لها إن لم تنهاكم عن تلك القيم الجاهلية، حجكم لا قيمة له إن لم يعدكم مرة أخرى إلى جادة الإسلام فيما تتبنونه من قيم. المسألة ليست مسألة عبادات روتينية تأتون بها، والنتيجة ماذا؟ يقول انظروا إلى القدر عندما يغلي ما فيه، ما الذي يحصل؟ كل ما فيه من محتويات تتقلب، وما يكون في الأسفل يصبح في الأعلى، وما يكون في الأعلى يصبح بالأسفل، وهكذا تدور الأمور، ستختلط بشكل كبير، والفتن ستقبل بشكل كبير. وهذا ما نبه إليه، نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته، أن الفتن ستقبل كقطع الليل المظلم، وهذا ما تحقق. وبالتالي الأمور ستتقلب بهذه الصورة، اضطراب دائم وقلق مستمر واختلاط وتداخل، والنتيجة
هي أزمات وفتن وحروب أهلية، ماذا سيكون حال المجتمع المسلم؟ سيكون هو التمزق والضعف وتعطل التنمية، تدمير الطاقات وضياع النعم. إذن هذه حالة منهم، عودة منهم إلى كلمة جاءت في آية قرآنية. هذه الكلمة تلخص كل الوضع الجاهلي: كنتم أعداء. بمجرد ما تنزرع العداوات بين الناس تتقاطع مصالحهم ولا يتهذبون بالقوانين والقيم والشرائع، هنا يحصل الاصطدام ويحصل الصراع. كنتم أعداء. النعمة العظيمة التي من الله عز وجل بها على المسلمين أن ألف بين قلوبهم، لو فعل ما فعل الناس بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يقدر أن يحقق هذه الصورة من التآلف والوحدة، ولكن هذا بفضل من الله ومن من الله عز وجل. كنتم أعداء، انظروا كيف أصبحتم بعد أن كنتم أعداء، انظروا الآن كيف عدتم مجددا لتكونوا أعداء. جاء عادة الجاهلية بثوب الإسلام في الجاهلية، ونتيجة ذلك الوضع من التشرذم والعداوة والاقتتال، أبرهة الحبشي يتقدم من اليمن باتجاه مكة المكرمة مئات الكيلومترات، يقطعها ليلا ونهارا، وكل العرب يعلمون أن هذا الجيش الجرار بما فيه من وسيلة حرب جديدة الفيل قدم في الجزيرة العربية ببطء، هذه الأفيال تتقدم، هذا الجيش الجرار يتقدم، هذا الملك يتقدم، وكل العرب يتأوهون ويتألمون وهم في حالة خوف من الدمار الذي سيلحق ببيت الله عز وجل والتبعات المترتبة على دمار الكعبة المشرفة لو حصل، من اللعنات الإلهية التي ستنزل عليهم. كل هذا الخوف تملكهم، ولكن هل تقدم أحدهم لكي يقول لهذا الجيش قف؟ هل تصرف أحد منهم أدنى تصرف يدل على أنه سيقف مانعا أمام هذا الجيش ولو قتل في منعه هذا؟ هل كانوا لا يعون، لا يدركون؟ هل لم تكن عندهم حرمة للكعبة؟ لا أبدا، ولكن هذا الضعف الذي استولى عليهم نتيجة الخوف والتمزق والاقتتال جعلهم في حالة سكون أمام هذه الحركة في التاريخ التي تقدم على فعله بالنسبة إليهم شيء رهيب وزلزال عظيم سيكون في الجزيرة العربية. وأين؟ في الأرض المقدسة، في الحرم، بل بما يخص الكعبة المشرفة. ولولا العناية الإلهية بالطير الأبابيل لكان هذا الجيش استمر ودمر البيت الحرام. اليوم مع كل هذا التشرذم والتشظي في الساحة الإسلامية، الصورة هي ذات الصورة. هناك عبث ليل نهار وحركة مستمرة تقوم بها أدوات الصهيونية وأدوات الاستكبار، أجهزة الاستخبارات، العملاء، المغفلون وغير ذلك من الذين يخدمون أجندات تلك القوى الاستكبارية والصهيونية، كلهم اليوم يمارسون ليل ونهار يمارسون مخططاتهم وينفذونها. كم من العرب ومن المسلمين يقفون اليوم وقفة حقيقية، بعيداً عن التهريج الإعلامي، بعيداً عن البيانات، بيانات التنديد وما شابه ذلك، بعيداً عن اللجوء إلى الأمم المتحدة. ماذا يرجى من الأمم المتحدة؟ سكرتير العام للأمم المتحدة يأسف للعدوان الذي تقوم به الآلة العسكرية الصهيونية بالزحف على غزة، يأسف. أنا لا أتكلم على الضرب بالطائرات
البارحة كان هناك خبر بتوغل عسكري صهيوني، يعني احتلال. يأسف، هذا أقصى ما يمكن أن يتمخض من ذلك الجبل الوهمي. فلا لجوء إلى أمم متحدة ولا قضية بيانات ولا قضية كلمات هنا أو هناك أو استنكار أو أخبار تداولها وغير ذلك. هل هناك من وقف؟ إلا القليل. لولا هؤلاء القلة، لولا هذه الحالات الاستثنائية، الله أعلم إلى أين كنا سنذهب. لولا تلك الاستثناءات، فئة مؤمنة هنا وفئة صابرة هناك، لكان حال الأمة أسوأ مما هو عليه. فئات آلت على نفسها أن تقف أمام مخططات الشر التي يرسمها أعداء الأمة، فأعدت العدة ووطنت النفس على التضحية، فأذهلت العدو وأنزلت به الصغار وأرغمت أنفه التراب، حتى بات يطرق أبواب المجتمعات الدولية والإقليمية مستجدياً إيقاف الحرب التي تصورها نزهة يعود بعدها ظافرا. فإذا بطيور الأبابيل ترميهم بصواريخ من سجيل، من شمال كيانهم الغاصب إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. فحي الله أبطال المقاومة في غزة الذين أعزوا الأمة وهي في أخس حالاتها، كما أعزها من قبل إخوانهم أبطال المقاومة في لبنان. وحي الله كل المخلصين الذين أمدوهم بأسباب القوة والنصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وأما مسؤوليتنا نحن، وعلينا أن نعمل على الاستفادة من هذه الفرصة لنضع خلافاتنا المذهبية وراء ظهورنا. وأقولها، يأسف الإنسان أن يستمع في أجواء هذا العدوان على إخوة لنا مسلمين يقتلون بالصواريخ الإسرائيلية والمدافع الإسرائيلية، أن يأتوا ويقولوا بالجهنم. جهنم اللي يصير فيهم، نسينا كذا، نسينا كذا، نسينا كذا. هذا الكلام كلام غير مسؤول. هذه هي عودة الروح الجاهلية التي حذر منها أمير المؤمنين علي عليه السلام، والتي عمل الإسلام على نزعها من عند المسلمين. ولننطلق من هذا النصر المشترك الذي يلوح في الأفق ليمثل الأرضية المشتركة التي من خلالها نقف فيها جميعاً في وجه كل التكفيريين والمتطرفين، ولنرمم ما خلفته الصراعات السياسية التي ألبست الأثواب المذهبية والدينية وتوشحت بالعناوين المقدسة. فلنكن دعاة الخير كما أراد الله عز وجل. أتعلمون ما هي رسالة الله عز وجل إلينا في هذه الأيام؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذا الأمر، الأخوة لا يتحقق، هذا التلاحم لا يتحقق إلا بجهود. علينا أن نعمل بما نستطيع من خلاله أن نعمل. هذه الجهود يجب أن تكون هكذا، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم اهد المسلمين لما فيه رشادهم وصلاح أمرهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان